سؤال حضرتك التاني، حضرتك تسببتي في يعني قتل طير صغير، يعني انا مش شايفه في اللي حكيتيه ده، وانت كان مقصدك اصلا في القصه كلها حسد، فانا مش شايفه ان على حضرتك اي حاجه ايتها السائله الكريمه. يعني حضرتك جبتي الطير ودخلتيه ورفقتي بيه، ولما لقيتي امه بتدور عليه رحتي مرجعاه مره تانية بعد اسبوع حدث ليهم كده، فانت حسيتي انه ربما للبرد او ما شابه ذلك، لكن انا شايفه انك اجتهدتي قدر طاقتك، ما عندكيش عمد لاذيه الطير، انما عندك رحمه بالطير، تصرفتي في حدود ما شفتيه انه ده مصلحه له. وعلى كل حال انسان يستغفر الله من الشيء اللي تعمد يعمله ومن الشيء اللي عمله على وجه الخطأ. نسأل الله السلامة.